قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كل لارا. لو أنتوا لسه جداد في القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس علشان في كل مرة أنزل فيها فيديو جديد يجيلكوا بيه نوتيفيكيشن وما يفوتش منكوا أي حاجة. حاليا أنا شغالة من كتاب أتيفا إلاسيكو، والكتاب ده كنت اتكلمت عنه كذا مرة، شرحت لكم منه المرة اللي فاتت، وعندي ليكم مفاجأة ان انا هسيب لكم اللينك علشان تحملوا منه الكتاب ده بصورة مجانية تماما، وعلشان تتابعوا معايا الدروس اللي انا بشرحها منكم. لان المرة اللي فاتت لما نزلت الفيديو اللي هو بتاع 40 جملة مستخدمة في الحياة اليومية، حد سألني انت ليه مش كاتبة الترجمة العربي؟ لان ببساطة انت هتتابع الكتاب مع الشرح بتاعي، فده هيوفر كتير جدا، وكمان انا هقدر ان انا اعمل لكم الفيديوهات دي باستمرار، لان كتابة الجملة مع الكتابة العربي والايطالي ده بياخد مني وقت. انما لما يكون معايا الكتاب وانت معاك الكتاب واحنا الاثنين يكون معانا الكتاب، نقدر ان احنا نشتغل منه بكل سهولة ويسرة، واقدر كمان بهذه الصورة ان انا اعمل لكم فيديوهات، نقدر نقول مش عاوز اقول بصفة شبه يومية يعني كل يوم، ولكن على الاقل 3 مرات في الاسبوع. هسيب لكم اللينك في خانة الوصف وكمان في التعليقات، تقدروا تحملوه بكل سهولة ويسر. الكتاب اسمه أتيفا إلاسيكو ليفيلو أدو بي أونو، ولو انت عاوز تشتري الكتاب تقدر بكل سهولة انك تشتريه من على امازون. سعر الكتاب زي ما قلت قبل كده 8 يورو، وهو تقريبا يعني ولا حاجة، بما يعادل بالمصري 150 جنيه. طيب يلا بينا ما نضيعش وقت ونبتدي. طيب المرة اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا عن اللافورو، النهاردة هنتكلم عن فاكانسي. طبعا الورقة دي انا بلزقها بعد كل مرة بخلص فيها فيديو، لان الكتاب فيه يعني وحدات كتير، يعني هما مثلا 18، هم 20 وحدة، فاحنا في الوحدة 7 للناس اللي هم عاوزين يتابعوا معايا. والنهاردة هنتكلم عن فاكانس الاجازات. اول حاجة عندنا هنا كلمة ماري، ماري اللي هو البحر، وهي كلمة ماسكيلو سينجولاري او مفرد مذكر، مونتانيا مونتانيا اللي هي الجبل. ولازم ناخد بالنا من نقطة مهمة، ان الايطاليين بيحبوا ان هم يروحوا يتزحلقوا على الجبال في الشتاء، خلاص، خاصة الناس اللي هم بتوع شمال ايطاليا، لان الجبل متوفر عندهم هناك وفي تلج. بعدي عندنا لاغو، لاغو اللاغو اللي هو البحيرة. اوكي، ايطاليا فيها بحيرات كتيرة مشهورة زي اللاغو دي كومو، لاغو دي جاردا، فالحقيقة يعني وكمان اللاغو دي ليكو، انا بنصحكم انكم تروحوهم علشان هما في حاجة يعني نقدر نقول ان هي قمة الجمال اللي خلق ربنا. بعدي ايزولا، ايزولا اللي هي الجزيرة، ايزولا الجزيرة. ناخد بالنا ان الاس ما بين حرفين متحركين فبتتنطق ز، ايزولا ايزولا. بعديها كامبانيا، كامبانيا اللي هو الريف، برضو ناس كتير بتحب ان هي تروح الريف. طيب بيحبوا يروحوا الريف يعملوا ايه في الريف؟ لو هو مثلا ساكن في التشنترو او ساكن في المدينة ذات نفسها، لان هم بيستمتعوا بالطبيعة، يقدروا ان هم يعملوا حفل شواء او باربيكيو. بعديها عندنا هنا تشيتا دارتي، تشيتا دارتي زي كده رومان، هي مدينة الفن، مدينة بتكون مليئة بالكنوز، خلاص. اجنسية دي فياجي، اجنسية دي فياجي اللي هي وكالة سفر، مكتب سفر، مكتب سياحة، حاجات اللي هي بتكون عندها القدرة ان هي تنظم الرحلات السياحية وتعمل زي باكيت. يعني ايه باكيت؟ خلاص اللي هو الباكيج، خلاص، او الباقة الكاملة اللي بتكون مثلا طيران وفندق واكل وشرب وخلافه. كتالوجو، كتالوجو اللي هو الكتالوج.
viaggio organizzato, viaggio organizzato اللي هي الرحلة المنظمة, albergo, albergo اللي هو الفندق, hotel, hotel برضو الفندق, pensione, pensione وقت لما يكون مثلا الفندق بنتكلم عن فطار وغدا وعشاء, خلاص فهو ده البنسيونه. اجري توريزمو, اجري توريزمو اللي هي السياحة الزراعية, ان الواحد ممكن مثلا يروح مزرعة علشان يشوف الحياة هناك بتكون ازاي. كامبيجو, كامبيجو اللي هو التخييم. بعدي عندنا التندا, التندا اللي هي الخيمة اللي هي البتاعة الصغيرة بتبقى كده والناس بتنام فيها بالليل. prenotare, prenotare اللي هي يحجز, زي مثلا prenotare una camera يحجز غرفة, prenotare un biglietto يحجز تذكرة. بعديها عندنا كلمة pasta stagione, pasta stagione اللي هو يعني دلوقتي عندنا, هشرحها لكم العكس, لو عندنا alta stagione زي دلوقتي اللي هو فصل الصيف اللي هو الناس كلها بتسافر, الناس كلها مثلا بيروحوا البحر, فدي اسمها alta stagione. pasta stagione زي مثلا يعني شهر فبراير مارس ما حدش فيهم بيسافر كتير لان في الوقت ده الناس بتكون شغالة, انما احنا في فترة اجازة. spiaggia, spiaggia اللي هي الشاطئ. sdraio, sdraio اللي هو الكرسي اللي بيكون على الشاطئ اللي بنقعد عليه. ombrellone, ombrellone اللي هي الشمسية الكبيرة قوي بتاعت الشاطئ. gita, gita اللي هي الرحلة. turista, turista السائح. guida turistica, guida turistica اللي هو المرشد السياحي. عاوزاك تكتبوا لي في الكومنتات لو كان حد فيكم قبل كده اشتغل في الارشاد السياحي. بعديها فاليجا, فاليجا اللي هي شنطة السفر. كاراتريستيكو, كاراتريستيكو يعني حاجة مميزة. تيبيكو, المقصود بكلمة تيبيكو لما اجي مثلا اقول بياتو تيبيكو ميلانيزي يعني الطبق الخاص بمدينة ميلانو, perché ogni città in Italia ha la sua tipicità. cosa vuol dire tipicità؟ اللي هي الحاجة الخاصة بيها, الحاجة اللي بتميزها. locale, locale يعني مكان. طيب بعديها لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان عندنا بعض الاعلانات, اوكي, والكلمات دي هي اللي بتكون في الاعلانات دي, يعني الكتاب ده بيساعدك على انك توظف الكلمات اللي انت بتحفظها في اطار سياق, لان الكلمة انت مش هتقدر تفتكرها وهتنساها باستمرار طول ما الكلمة خارج السياق او خارج الكونتستو والتستو, تمام؟ بعديها هنتكلم على الجزء بتاع الكولوكاسيوني, زي ما انا قلت لكم قبل كده او في الفيديو اللي فات ان الكولوكاسيوني معناها ان انا بجيب سوستانتيفو بيو فيربو ودول يعني بلوك كده ما ينفعش نغيره, زي مثلا لما بنقول فاري كولاسيوني, فاري كولاسيوني اللي هي معناها يفطر, فانا ما ينفعش اقول مانجاري كولاسيوني. طيب اول حاجة عندنا هنا fare la valigia, fare la valigia اللي هو يحضر الشنطة بتاعة السفر بتاعته. andare in spiaggia, andare in spiaggia يذهب الى الشاطئ. قولولي لو انتوا بتحبوا تروحوا الشاطئ ولا لا, بس الجملة دي عاوزاها بالايطالي. بعديها visitare una città d'arte, visitare una città d'arte اللي هو يزور مدينة, زي مثلا ما قلت من شوية روما اللي هي مدينة مليئة بالفن, زي كمان فرنسا, زي بيزا, مع العلم ان بيزا صغيرة ما فيهاش حاجات كتير تتشاف, ولكن هي برضو تعتبر اونا تشيتا دارت علشان فيها لا تور بندنت. بعديها عندنا ايه تاني؟ disfare le valigie, disfare le valigie اللي هو بقى يفرغ الشنط بتاعت السفر بتاعته. طيب نيجي بعد كده عند الجزء الخاص بالكوميونيكاسيون, معرفش شايفينه ولا لا.
اهو اللي هو بيكون فيه أسئلة. طبعا الأسئلة دي مهمة لأن كمان بتساعدك على تفعل اونا conversazione. طيب نشوف كده، يعني هنا بيقول لنا quali vacanza fa per te, dove ti piace andare. اوكي scrivi un breve testo، يعني دلوقتي ايه هي الأجازة المناسبة بالنسبة لك او الأجازة اللي انت تحب تعملها، اكتب نص صغير. بيقول ايه ايوتاتي كون لفرازي داتي، هو هنا يعني مدينا شوية جمل، الجمل دي هتساعدك انك تكتب. اول حاجة مي بياتشي اندري ان اوتيل، يعني انا بحب ان انا اقعد في اوتيل. بركي علشان، بعد بركي بجيب السبب. بعديا نون مي بياتشي اندري دوفي تشي سونو تروبي توريستي، نون مي بياتشي اندري دوفي تشي سونو تروبي توريستي، يعني انا ما بحبش اروح في المكان اللي هو بيكون فيه سياح كتير. A me piace organizzare la mia vacanza come voglio io. A me mi piace organizzare la vacanza come voglio io. يعني انا بحب ان انا اعمل الاجازة زي ما انا عاوز، لان في بعض الاحيان الشركات السياحية بتأيدك ببرنامج معين لازم تتبعه. ممكن تكون انت حابب انك تروح مكان تاني، انك تطول، انك مثلا تقعد في المدينة دي شوية بس المدينة التانية تقعد اكتر وهكذا. Io prenoto l'albergo su internet. Io prenoto l'albergo su internet. يعني انا بحجز الفندق على الانترنت، لان زي ما احنا عارفين ان في مواقع كتير جدا لحجز الفنادق، اشهرها مثلا هوتيل بوكينج واكسبيديا، يعني كتير، وتريفاجو على ما اعتقد او على ما اتذكر. طيب preferisco prenotare tramite un'agenzia di viaggi. Preferisco prenotare tramite un'agenzia di viaggi. يعني انا بفضل ان انا احجز عبر وكالة سفر. A me piace andare in posti caratteristici. A me piace andare in posti caratteristici. يعني انا بحب ان انا اروح الى اماكن المميزة خلاص في المدينة اللي انا رايحها دي. La mia vacanza ideale è. La mia vacanza ideale è. يعني الاجازة المثالية بالنسبة لي هي. عاوزاكم تكتبولي في الكومنتات ايه هي الاجازة المثالية بالنسبة لكم، وتحبوا انكم تحجزوا لوحديكم ولا تحجزوا عن طريق مكتب سياحة. Io visito volentieri le città d'arte. Io visito volentieri le città d'arte. يعني انا بزور المدن اللي هي خاصة بالفن، بكل يعني كل سرور، زي روما، فيرنسا، ميلانو، مع ان ميلانو انا ما حسيتش ان فيها حاجة تتشاف. تمام، دي كانت الكلمات بتاعتنا النهاردة، زي ما قلت شغالة من أتيفا إل لستيجو. استنوني الحلقة الجاية إن شاء الله. الحلقة الجاية هتكون يوم هقولكوا، هتكون يوم 21 أغسطس إن شاء الله، للناس اللي هي عاوزة تتابع معايا الكتاب ده أتيفا إل لستيجو. هسيب لكم اللينك في خانة الوصف، تقدروا تنزلوه اوكي وتتابعوا معايا. زي ما قلت كده هيبقى اسهل بالنسبة لي علشان اقدر اعمل لكم فيديوهات كتير. لو عندكم اي اسئلة سيبوها لي في التعليقات. اشوفكم الحلقة الجاية، وما تنسوش تشتركوا. تشاو.